بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعضنا مساق الاقتصاد، ونتجه الآن إلى موضوع السوق. بداية نعرف موضوع السوق، لأن السوق هو إطار أو أي شيء بيشتمل على مجموعة بائعين ومشترين، يعني ممكن أن نسميه السوق. يعني إطار يشتمل على مجموعة من المشترين والبائعين على اتصال وثيق لإجراء عملية التبادل يسمى السوق. ممكن أيضاً أن يكون السوق يقسم بناء على اتساعه إلى ثلاثة أنواع. السوق ممكن أن يقسم إلى ثلاثة أنواع: السوق المحلي، والسوق الإقليمي، والسوق الدولي. السوق، بداية السوق المحلي، إنه السلعة تسوق محليا في مدينة، ولاية، قرية، أو بنقول بشكل عام داخل البلد. السلعة بتسوقها داخل البلد. أما السوق الإقليمي يعني بين مجموعة من الدول، وهذه الدول بتشترك مثلا في عادات وتقاليد، زي مثلا العبايات الخليجية والملابس الخليجية بتتسوق داخل الخليج لأنه بينهم عادات وتقاليد. هنا السوق العالمي تسوق السلع عالميا، يتم تسويقها عالميا، زي السكر والشاي والقمح وأي شيء. الآن في عندي العوامل التي تحدد نطاق السوق، يعني اللي بتخلي لي السوق كبير أو صغير. العوامل التي تحدد نطاق السوق: طبيعة السلعة، العرف والعادات والتقاليد، سهولة المواصلات، العوائق، الجمركية. الآن هذه عوامل تحدد نطاق السوق. طبيعة السلعة: إذا السلعة كبيرة وسريعة أو سريعة التلف، يفضل أن تسوق محليا. إذا السلعة بيشترك في استهلاكها دول تجمعهم عادات وتقاليد وعرف متشابهة، يفضل أن تسوق، يمكن أن تسوق إقليميا. سهولة المواصلات: كلما زادت المواصلات لنقل السلعة، كانت سهلة لنقل السلعة، تزداد نطاق السوق، ممكن أن تسوق السلعة على نطاق واسع. العوائق الجمركية: كلما كان هناك ليس يوجد عوائق جمركية، فيمكن أن تسوق السلعة على شكل أوسع. الآن في عندي سوق المنافسة الكاملة، من أنواع السوق: سوق المنافسة الكاملة، أشكال السوق، سوق المنافسة الكاملة. كيف بدي أعرف السوق هذا سوق منافسة كاملة ولا مش سوق منافسة كاملة؟ كيف بدي أعرف؟ سوق المنافسة الكاملة، وجود عدد كبير من البائعين والمشترين. إذا السلعة بيبيعها عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين، بتسوق أو تعتبر سوق منافسة كاملة، بحيث إنه كل بائع يمثل يعني نسبة صغيرة من البائعين، وكل مشتري يمثل نسبة صغيرة من المشترين، يعتبر هنا سوق منافسة كاملة. تجانس السلعة:
إذا كانت السلعة متجانسة يعني يسمى السوق سوق منافسة كاملة شبه بعض، يعني حرية الدخول والخروج من وإلى السوق، يعني أي واحد بيقدر يدخل السوق أو يخرج من السوق يعتبر سوق منافسة كاملة، زي مثلا البندورة تعتبر سوق منافسة كاملة، بيع الدجاج سوق منافسة كاملة، أي واحد بيقدر يبيع دجاج، أي واحد بيقدر يشتري دجاج، سوق منافسة كاملة. انعدام نفقة النقل، إذا السلعة ما بنضاف إلها نفقة نقل تعتبر سوق منافسة كاملة. ماشي، يجي لي واحد من جبالي يبيع لي بندورة أو يبيع لي فراخ، يقول لي أنا يعني بدي أضيف سعر النقل على السلعة، لا ما بنفع تضيفها على السلعة. واحد بزائد يعني عامل مزرعة جنب المحل ويقول أنا ما بدي أضيف تكلفة نقل عشان المزرعة جنب المحل، وتبع جبالي يقول أنا بدي أضيف تكلفة نقل، لا ما بنضاف لأنها سوق منافسة كاملة. الآن في عندنا هناخذ موضوع الجداول، هذه اللي هي علاقة الإنتاج الكلي بالناتج الحالي بالناتج المتوسط في سوق المنافسة الكاملة.